محقق ما نسد تارك أهديني علامة من رياض العلم. وبسيدة أولى حكاياتنا بمساء الخير حن الغريب أرجع لهذا اليوم يبدأ مسرح الدانة أولى أمسياته الخليجية مع أمير الطرب عبد المجيد عبد الله. حفل عبد المجيد عبد الله لاقى قبول من قطع النظير، فمن أول ساعة من فتح بيع التذاكر تم بيع جميع التذاكر، فتم إضافة ليلة إضافية لحفل عبد المجيد وتم بيع جميع التذاكر في أول ساعة أيضا. واليوم وبعد دقيقة راح ننتقل إلى الحفل، فخليكم معنا. آخر حفلة كانت لي 2004. بعدين قطع، شو شعورك لما رجعت بعد هاي الفترة الطويلة؟ بحرين بلدي وأهلها أهلي، ويعني ما رحت بعيد، يعني بعد بلدي بحرين وهلي بحرين. وضيوفنا اللي جايين من بحرين والسعودية الكويت عمان، إن شاء الله نقضي ليلة ممتعة بحرين الحبيبة مع أهل البحرين الحبيبين الطيبين. أنا حدي مستانسة إن عبد المجيد بي البحرين لأني وايد أحبه، ويعني ما كنت متوقعة إني البحرين، بس إن الحمد لله يوم. أنا وايد مستانسة لأن عبد المجيد صراحة مغني المفضل، وايد أحبه من الصغر. أول أغنية سمعتها له وأنا صغيرة هلا بش. أنا صراحة حدي مستانسة، يعني كأول مرة إكسبرينس أي، يعني حدي مستانسة، يعني ما توقعت إني أي صراحة. بس عبد المجيد عالم ثاني، تشين نفس ما قالت كلش عالم ثاني. يعني شلون انك تدمجين في الشيء، يعني مثلا انت رايحه طالعه ويا ربع تسمعين اغاني بس تحطين اغنيته وكلهم يغنون كلهم تشي ريلاكس كذي. يعني اول ما قالوا النبي البحرين صراحه وايد استانست، يعني ما كنت مقتنعه انه او بي اي. اليوم كحدنا مستانسين، كل يوم نقول لا تزعلون او عبد المجيد بيهم الجماعه خلاص استانسوا حق اليوم. ما توقعت انه اليوم بي الصراحه انه اسمع ان عبد المجيد بي البحرين وبيغني أغنية يا ما حاولت. أفضل أغنية عندي حق عبد المجيد الصراحة، وأغاني القديمة أسمعهم أكثر من الجديدة. ينتهي العالم وراها البحرين تغني عنهم، ينتهي العالم وراها انت تغني عنهم يا بعدهم كلهم. شنو شعورك وانت اليوم حاضر حق حفل عبد المجيد عبد الله أمير الطرب؟ والله وايد متحمسين. أول شيء الحمد لله على سلامته. وايد وايد متحمسين، كنا ناطرين هالفرصة من زمان، وأول ما أعلنوا عنا سيرة توكلنا على الله وخذنا التذاكر. شنو أفضل أغنية اللي تحسها قريبة منك؟ ما بين بعينك. شنو شعورك وانت متعنية من السعودية جاية حفل عبد المجيد، خاصة أن حفل عبد يعني فنان عبد المجيد دائما عنده حفلات في المملكة العربية السعودية؟ أول شيء أنا مرة أحب البحرين عشان كذا جيت، ومرة متحمسة، يعني كنت أستنى هذه الحفلة من زمان. هو ما يغني كثير بالسعودية يعني، فإن شاء الله تكون حفلة حلوة. ممكن أصور مع جمهور البحرين سيلفي؟ مسموح